الوقاح التي تتحدث وتتصرف بها حماس في الآونة الأخيرة لا تترك مجال للصمت والسكوت على ذلك. ويبدو أن القصف الإسرائيلي لم يصب فقط أشخاصا من حماس، بل إنه أطفأ العقل في حماس. ومسألة العقل في حماس بحاجة لتصريح بعض الضوء. هذا التصريح اللي صدر عن حماس يقول أن المخابرات الفلسطينية أرسلت عناصر منها تسللوا تسللا إلى مهمة ما. أولا، الأمن الفلسطيني غير المسلح موجود في غزة حتى بعد أن غادرت السلطة الوطنية غزة أمنيا. السلطة الوطنية تدفع 40,000 راتب لأشخاص منتمين لها موجودين في غزة، ليس لهم مهمات أمنية، علما بأنهم عسكر غير مسلحين. فنحن لم نرسل أحدا، هؤلاء هم أبناء البلد ولم يتسللوا إلى غزة كما تسلل قادة حماس ليهربوا من غزة قبل الحرب، وكما يتسلل عشرات وعشرات من قادة حماس حتى الآن عبر المعبر.